السلام عليكم شباب بريب 3 ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض الكيميوليتيف تيست نمبر 4 تل ليسون 2 يونت 5 فرع الجيومتري تعالوا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالصلاه والسلام على رسولنا الكريم في نمبر 1 بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر فروم ذس جيفن نمبر 1 اف ذا اوريجين بوينت الاوريجين بوينت فين الاوريجين بوينت دي الاوريجين بوينت دي اللي هي 0 0 از ذا ميد بوينت اوف اي بي خلينا نجيب اي بي كده وير ا 5 اند نيجاتيف 2 والاوريجن بوينت هنا اللي هي او 0 0 زين ذا بوينت بي از البوينت بي دي بكام؟ هعلمك طريقه سريعه جدا وهعملها لك بالقانون ايه الطريقه السريعه؟ لما تلاقي الاوريجن بوينت هي الميد بوينت بتاعتك اعكس الساينز بتاع دول يعني ال5 خليها نيجاتيف 5 والنيجاتيف 2 خليها 2 طيب ايه الطريقه بتاعت القانون بقى؟ تعالى أقول انت معاك الميد بوينت عبارة عن x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 ده كده equal الميد بوينت اللي هي 0 and 0 يبقى هتكتب هنا 0 and 0 equals انت معاكش البوينت التانية فهتسميها x1 y1 وهتعمل كالتالي x1 plus 5 over 2 y1 plus negative 2 هنعمل هنا first equal first والsecond positive by negative, negative اللي ونعمل cross multiplication هنا وهنا x plus 5 تايمز 1 تبقى x plus 5 وال 2 تايمز 0 تبقى 0 البوزيتيف 5 تروح هناك بالنيجاتيف تبقى النيجاتيف 5 هنا برضو 1 ماينس 2 تايمز 1 تبقى y ماينس 2 0 تايمز 2 تبقى 0 والنيجاتيف 2 تروح هناك بالبوزيتيف تبقى y equals 2 يبقى انا معايا ال x بنيجاتيف 5 و 2 طب ما انت مستر قلتها لنا في ثواني في البدايه غير الساين بتاع دي وبتاع دي اه انا بفهمها لك بالستبس وفي نفس الوقت

هنعمل كده إن ال 3 والنيجاتيف 1 هي الـ Midpoint الـ A أهي والـ B أهي خلينا الـ A تحت والـ B تحت الـ A أهي والـ B أهي الـ A X and 2 والـ B نيجاتيف 1 and نيجاتيف 4 عايزين نجيب الـ Value بتاعت X يبقى لازم نطبق القانون بتاع الـ Midpoint اللي هو X بلس نيجاتيف 1 أوفر 2 و2 بلس نيجاتيف 4 اوفر 2 هيديني الميد بوينت اللي هي 3 ونيجاتيف 1 الفيرست ايكوال الفيرست بوزيتيف تايمز النيجاتيف بنيجاتيف وهنا 1 over 2 ايكوال 3 3 دي تبقى اوفر 1 نعمل كروس مالتيبيكيشن x ماينس 1 multiply ال1 تبقى اكس ماينس 1 2 multiply 3 تبقى 6 النيجاتيف 1 تروح هناك بالبوزيتيف تبقى 6 بلس 1 تبقى 7 يبقى دي بسبب نمبر 3 بيقول لي ABC is right angle the triangle at B then sin A plus 2 cos C السؤال ده كنا حليناه في الأكيميتيف تيست 1 أو 2 كان بيتكرر كتير جدا يعني طالما ده right هنا يبقى ال A وال C are complementary انجلز complementary يعني السمشن بتاعهم 90 ديجري يبقى نقدر نقول ان ساين A ايكوال كوزين C طيب هو بيقول لك انا عايز الساين ال A بلس 2 كوزين C ايه رايك نستبدل الساين A بكوزين C طب عليا أمز... اساسا يا مستر انت قلت دي ما احنا متفقين طالما هما كومبلمنتري يعني السامشن بتاعهم 90 يعني ساين انجل فيهم ايكوال كوزاين طب اشمعنى اخترت دي عادي ممكن يكون العكس كوزاين الاي ايكوال ساين السي اساسا لو الحل ده ما نفعش هنجرب العكس طيب يا مستر بقى معانا كده كوزاين سي و2 كوزاين سي يبقى 3 كوزاين سي هل في هنا 3 كوزاين سي الاجابه لا طب اعمل ايه اعكس اعكس ازاي استخدم الحاجه الثانيه اللي انا كتبتها استبدل كوزين السي بسين الاي. انا لسه ما جيتش لدي. استبدل كوزين السي بسين الاي. كوزين السي ده استبدلها بسين الاي. لو ما لقيتهاش بقى هضطر انزل هنا. طيب 2 ساين الاي بلس ساين الاي تبقى 3 ساين الاي اللي هي دي لتر بي. لكن لو كنتش لقيت ده بقى كنت هستبدلها بده. طب اصلا هتعرف تستبدلها بده؟ للاسف هنا لا. لكن مهم انك تكتبها عشان في بعض الحالات هيبقى جايب لك كده ساين السي بلس 2 كوزين الاي فانت هنا مضطر تستخدم الحاله دي. من غير لخبطه كتير خليني امسح ده احنا في المساله دي عايزين الجزء اللي احنا كتبناه استبدلنا كوزين السي بساين الاي بس مش اكتر من كده. نمبر فور بيقول لي اف ذا سايد لينسز اوف A triangle are 5 cm, 12 cm and 13 cm Then its area equals or not square cm بص الارقام دي ارقام مشهورة بتاع triangle معروف اللي هو الرايت right انجل triangle تبقى دي, دي 12 ودي 5 ودي 13 ده اللي بيبقى 13 عرفت منين يا مستر اعمل لي ده سكوير وده سكوير تحت الروت كده هنروح نجيب الكالكليتر ونعمل كده سكوير روت 5 باور 2 بلس 12 باور 2 تدينا 13 عايز اجيب بقى الاريا الاريا عباره عن هاف تايمز البيز اللي هو 12 تايمز الهايت اللي هو 5 هاف 12 6 6 تايمز ال 5 تبقى 13 نمبر 5 بيقول لي اف sin x equals cosine 30 then tan x where x is the measure of an acute angle هو cosine 30 equal root 3 over 2 ايه الانجل اللي الsin بتاعها root 3 over 2 نجيب الكالكوليتر Shift sine root 3 over 2 الانجل دي 60 هو بقى عايز tan 60 هات كده tan 60 تبقى روت 3 نمبر 6 بيقول لي if a b is a diameter in the circle of the center m معانا ادي السيركل معانا فيها الديامتر ادي الميد بوينت بتاعته اللي هي الديامتر اسمه AB الA ب2 و4 البي نيجاتيف 2 0 طبعا السنتر ده في الميد بوينت يبقى انا اقدر اطبق القانون بتاع الميد بوينت اللي بيقول لي اكس 1 بلس اكس 2 ديفايد 2 واي 1 بلس واي 2 divided 2 2 بلس نيجاتيف 2 0 0 اوفر 2 0 4 بلس 0 4 ديفايد 2 تبقى 2 يبقى الانسر في الاخر 0 and 2 اللي هي دي ننتقل بعد كده لنمبر 2 بيقول لي ABCD is a trapezium AD parallel to BCD اللي أنا مستنيها measure أنجل B90 عشان أرسم كده ادي A هو الـ B90 الـ b 90 يبقى هنا البي سي دي خلينا اتاكد اي دي باراليل تو بي سي تمام ميجر انجل b 90 الاي AB ب 3 سنتيمتر البي سي 6 سنتيمتر الاي AD ب 2 سنتيمتر find the لينث اوف دي سي طيب هنعمل كالتالي نركز مع بعض هو عايز حاجه كمان بس خلينا في البدايه اول حاجه هنعمل كونستراكشن درو دي اي تو بي سي هقول له بقى ان ذا Shape. ركز معايا اللي هو ده اي دي اي بي since انه ميجر انجل B 90 وانه دي ايه بيربنديكولار تو بي سي وانه كمان الاي دي بارالل تو بي اي اللي فوق ده بارالل اللي تحت حابب تكتبها بي سي برضه صح يبقى على طول ده كده اتحول لريكتانجل او هو ريكتانجل بس انا لازم اثبت له ده يبقى اقول له دي او فيجر خليني أقول ADEB is a rectangle، طب إيه فائدة إن هو rectangle؟ ده أنت كده خلصت نص الطريق، تقدر تقول إن الـ AD equal BE equal 2 سنتيمتر، وإن الـ AC e, equal ده كله 6، دول 2 يبقى 6 minus 2 4 سنتيمتر. انه الدي اي ايكوال الاي بي ايكوال 3 سنتيمتر يبقى انت جبت ده 3 وده 4 فاضل لك بقى في الاخير تجيب الدي سي ما هو ده اللي انا عايزه هقول له كده السنس انه او اقول كده ان ذا تراينجل

باور 2 بلس 4 باور 2 انا كده بطبق البيسيجرو سيرا يبقى 25 يبقى انت عشان تجيب الدي سي فقط لازم تاخد سكوير روت ال 25 اللي هي 5 سنتيمتر طيب كده جبت الدي سي عايزين ايه بقى عايزين ذا فاليو اوف كوزين انجل بي سي دي كوزين الانجل دي كوزاين انجل بي سي دي ايكوال ال ادجيسنت اللي هو جنبها ده كده اوفر ال هايبوتينس الهايبوتينس كام 5 يبقى ايكوال 4 اوفر 5 ده كده البروف كاملا بشكل مبسط وسهل وسلس نمبر 3 بيقول لي ان فيجر ذا بوينت سي از ميد بوينت دي كده ميد بوينت اوف اي بي الاي اكس اند 0 البي 0 اند واي فايند ذا ذا او جميل جميل جدا هقول له كده since ان سي ميد بوينت دي مهمه اوف اي بي يبقى انت كده تقدر تطبق ان 3 وال 4 اللي هي الميد بوينت 0 بلس اكس y plus 0 2 0 هتقول الفيرست الفيرست يعني 3 0 بلس اكس اكس يبقى اكس 2 وال 4 ايكوال يعني 4 ايكوال واي بلس 0 اللي واي يبقى الاكس 3 تايمز 2 والواي y 2 2 ال 4 اللي هي 8 يبقى ال x ب 6 والواي y ب 8 يبقى هتلاقي ال distance دي عبارة عن 6 لينس يونت وال distance دي عبارة عن 8 ليه يا مستر؟ ما هي دي اكس اللي هي ب 6 ودي الدستنس دي في الاكس ودي واي اللي هي 8 والدستنس دي في الواي طيب انا محتاج ايه بقى هقول كده انه الاكس اكس X, داش X بيربنديكولار تو واي واي داش يعني دي 90 فكده ميجر انجل واي او ايه طب خليني الاول اقول ان هي 90 عشان بربنديكولار طب ليه بربنديكولار دي اللي اسمها سكوير لاتس شبكه البيانيه المتعامده فبتعمل لي 90 ديجري على طول ما هو قايل لك اكس اكس داش فانت لازم تلاحظ ده طيب ايه فايده ان ده 90 تقدر تطبق البيسجورس السيرة تقول على طول انه الاي بي باور 2 ايكوال 6 باور 2 بلس الاي باور 2 هات الكالكليتور لو سمحت 6 باور 2 8 باور 2 تبقى 100 عشان نجيب ال AB نعمل سكوير روت ال 100 تبقى 10 سنتيمتر يبقى 10 عايز بقى البريميتر البريميتر بتاع التريانجل equal 6 plus 8 plus 10 6 8 14 10 تبقى 24 سنتيمتر لا ما ينفعش تكتب سنتيمتر لانه ما جابش سيرة سنتيمتر فاكتبها لينسيون اوعى تكتب سنتيمتر طالما ما قالش سنتيمتر كده يا شباب يكون انتهى الاكيوميتيف تيست نمبر 4 نلتقي ان شاء الله في الاكيوميتيف تيست نمبر 5 اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو الاستفاده الاكبر والاكبر ما تنساش تواصل على رقم الواتساب تسعه عشان تسعه تفاصيل اونلاين واللي هي حاجه سبيشال جدا ما تنسوش دعمكم باللايك والشير وشير وسبسكرايب دعواتكم معانا عشان نقدر نكمل ونستمر وفي الاخير تمنيت لكم بتوفيق وشكرا والسلام الله عليكم